هنبدأ الربع ساعة اقتصاد مع حضراتكم مع استعدادات الحكومة وخصوصا وزارة التموين بعيد الأضحى المبارك. كل عام وحضراتكم بخير، وبيكون دورها توفير المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية وكمان فروع شركات الجملة في كل المحافظات. النهاردة وزير التموين علي المصلحي أعلن عن فتح 39 شادر على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية بسعر 65 جنيه للكيلو. الوزارة أعلنت كمان أن طرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين هيكون بأسعار مخفضة. نسبة الانخفاض ده بتتراوح ما بين 20 و25%، وده بيكون في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين مع دخول عيد الأضحى المبارك.